نيكستا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بحول الله مساء الله أداء اليمين مجموعة من المتدربين المعينين داخل الدائرة الابتدائية للمحكمة الابتدائية للناس، وتم الأداء بمكتب السيد نائب رئيس المحكمة بحضور مفتي النيابة العامة ومفتي مكتبة الضباط. بهذه المناسبة بمناسبة أداء اليمين أقول للإخوان المعينين داخل الدائرة لأنه أدوا قسم، هذا القسم له التزامات ولهم طبيعة الحال في الحق والواجب، إذن أكيد أداء القسم هو تعاقد قانوني وتعاقد أخلاقي، تعاقد قانوني على أساس أنه يربط علاقة بين المفوض القضائي والمرتبطين بمفوض القضاء، وتعاقد أخلاقي أن الإجراءات التي يقوم بها المفوض القضائي يجب أن يستحضر فيها ضميره المهني بطبيعة الحال والبعد الديني. إذن فهو ميثاق غليظ يربط بين المواطنين أو المتقاضين والسادة المفوضين القضائيين. إذن نتمنى لهذا الفوز لهذه المجموعة بطبيعة الحال كامل التوفيق، كما نقول لهم بأننا سند قانوني بطبيعة الحال وقضائي، نعمل مجاهدين انطلاقا من مسؤوليتنا كرئيس مجلس الجهوي على اساس التعاون معهم في اطار من المؤسسات واحترام هياكلها وتطبيق القانون. اذا هنيئا لهؤلاء المفوضين القضائيين المعينين داخل الدائره الابتدائيه، ونقول لهم اهلا وسهلا ومرحبا بينكم وبين القضاءين. اذا حللتم سهلا واتمنى لكم مسيره موفقه ومسار نهائي جيد بالتوفيق ان شاء الله وشكرا. ويسلا نيوز جريده الكترونيه شامله. ويسلا نيوز دائما قريبا من الحدث، اخبار محليه وطنيه ودوليه، قضايا سياسيه واجتماعيه، رياضه، ثقافه وفنون. ويسلا نيوز تغطية شاملة لجميع تظاهراتكم. تابعونا على الموقع www.wislanews.com.